حاجات مفتقدها وحاجات بقت اسهل. كان بتصادفنا ساعات ظروف ان احنا بنضطر نلعب ماتش السيمي فاينل مثلا نص النهائي، انا وهي عندنا ماتشات ورا بعض، فبيبقى توتر مضاعف. يعني انا مثلا ببقى قاعد بسخن وفي نفس الوقت هي بتلعب، فببقى قاعد متوتر من الماتش بتاعي ومتوتر من وهي بتلعب. فدي من الحاجات اللي هي نوعا ما خففت عليا الضغط شويه، فدي حاجه كويسه. بس في نفس الوقت طبعا مفتقد وجودها معايا عامه. ان احنا كنا بنشارك الاوضه مع بعض وبنقضي اليوم مع بعض، دلوقتي مفيش. بس في نفس الوقت الكورونا زي ما تكون جت كده يعني خلت الموضوع بالتدريج، لان كده ولا كده هي ما كانتش هينفع تقعد معايا في الظروف الجديده، كده كده لازم كل واحد يقعد في الاوضه بتاعته. فاحنا الظروف متغيره علينا كلنا، فالحمد لله هي جت في وقت مناسب ان انا بالتدريج هقدر اتعود على الطريقه الحياه الجديده يعني اللي انا بلعب من غيرها. انا لازم اشكر كل الناس اللي جت شجعتني النهارده وشجعتني كمان اول امبارح. انا الحقيقه مبسوط جدا في مصر لما باجي العب، ان دايما بلاقي تشجيع الجمهور بيساندني، وما بعدي في اوقات صعبه في الماتشات هم فعلا بيرفعوني، فلازم اوجه لهم شكر دايما يعني ان هم على طول بييجوا. يعني هو جريج مارش من اللعيبه اللي انا لا يمكن استهين بيهم ابدا. لعبنا مع بعض كذا مره، حوالي مثلا 8 او 9 مرات. كانت ماتشات كتيره جدا راحت ل 3-2، وكان دايما بيشكل لي يعني مشكله في الملعب. النهارده يمكن تكون من المره الوحيده اللي لعبت معاه فيها بخطه مختلفه عن كل المرات اللي فاتت. هو لعيب سريع جدا، وكل ما بلعب معاه اسرع وهاجم اكتر، كل ما هو بيبتدي يسخن معايا ويتلاقيه بيجيب حاجات اصعب وبيبتدي زي ما تقول كده يعلي عليا يعني. فالنهارده هديت الدنيا خالص وحاولت العب برتم بطيء، وفي نفس الوقت حاولت ما هاجمش بدري، حاولت اصبر شويه على الهجوم. وبعدين في الاخر الحمد لله هو اللعب مشي بسلاسه يعني، ربنا كان موفقني النهارده صراحه. الماتش كان اسهل من الطبيعي.